هنعمل طبق هو سريع طعمه فظيع، وهقول لكم على التكات اللي بتظبطها قوي. فهيتا اللحمه حلو جدا، فهيتا يا سلام يا وسام، ده انت يعني جيت على الجرح. اول حاجه اللحمه نفسها تبقى لحمه حلوه، لحمه طريه. هنا انا بستخدم ديل بتاعه الايه، بتاعه العرق الفيليه. جميل، ممكن ده بيتقطع كباب جميل، او يتعمل فيلي مينيون كده صغير، ميداليونز صغيره جدا يدوب في شويه زبده، او زي ما انا هعمل دلوقتي هاخده هقسمه نصين بالطول واطلع منه شرايح. اي لحمه شرايح تبقى لطيفه. جميل، هناك انا بسخن بقى طاستين كاسروله وطاسه. ليه؟ عشان انا في الكاسروله عايز اعمل صوص الجبنه. صوص الجبنه هنبتدي بيه كمان شويه، بس خلينا نركز بقى. بس الاساس بتاعه بشاميل، راجعوا على البشاميل عقبال ما ايه نعمل بقيه اللحمه. ادي كده ايه بقيه الحاجه اللي بتطلع من عرق الفيليه. احنا عايزين بقى لحمه كتيره، عايز املح كويس عشان اخد لون، عشان اخد طعم، اخد كرمله. ملح اللحمه، طاسه سخنه، زيت عباد. جميل، هل انا احط اللحمه دلوقتي؟ لا، احط البصل الاول. هنا بقى التكه، انا عايز البصل ايه يحروق شويه الفاهيتا، طعم الفاهيتا اللطيف ده. جميل، وما دام انا بقى هستخدم توم يبقى يلا بينا ناخد توم ونحطه من دلوقتي. حطه من دلوقتي ايه يا وسام؟ صح، محدش يحط توم من الاول خالص. ليه؟ عشان هيتحرق. صح، انتوا صح، الواحد برضو ساعات بينسى، وانتوا ايه بتسهلوا عليا ان انتوا بتفكرونا. طيب انا عشان برضو ايه عايز اخد لون محروق كده على البصل قبل ما احط اللحمه. دلوقتي انا هنا عندي كاسروله عايز اعمل السائل المنكه بتاع البشاميل، فانا احط سنه مرقه فراخ، حاجه صغيره يا دوب يدي طعم خفيف، انا مش عايزه يبقى طعمه مرقه فراخ. وعندي هنا بقى ايه كريمه لباني ولبن. ادي كريمه لباني وقدها لبن. جميل، وهنخلي الاساتذه دول على النار عيشوا حياتهم خالص. بشاميل ساعات بنحط فيها بصل و الى اخره، بس انا دي عايزه تبقى ايه بيسك عشان ما نعملش ما غطيش على طعم الجبنه. هنا بقى نرجع للبصل، بدانا ناخد ايه لون. صح، حلو قوي. تعالى كده على جنب، هناخد بصل بدا يحروق، بصل ابيض، محدش يحط بصل احمر، بصل احمر هيمرر. هحط البصل هنا التكه الثانيه، احط البصل على جنب. ناخد بقى اللحمه نحطها في الحتت الايه الفاضيه السخنه قوي في الطاسه، نار عالي، نار عالي جدا. خليهم هم ياخدوا راحتهم بس الاول، وبعد كده هندخل معاهم البصل. البصل مش هحط توابل دلوقتي، مش هحط ايه فلفل الوان دلوقتي، مش هحط طماطم دلوقتي، مش هحط اي حاجه من الحاجات دي دلوقتي. انا عايز اللحمه تاخد حقها، لونها يبقى حلو كده لطيف. جميل، جميل. هنا بقى نتبل بقى شويه. انا ليه هتبل دلوقتي؟ عشان انا شايف اللحمه بدات تستوي من ناحيه. اديني بقى هنا فلفل اسمر، كزبره ناشفه، سنه كمون كده، بنلعب مكسيكو مكسيكي جدا جدا جدا. وهنا بقى التوم. انا عندي البصل اللي كان مركون على جنب بيكمل تسويته، بدا يحمر بقى زياده وزياده، دخل بقى كله مع بعضه. انا عايز دي، صح، هي دي اللي انا عايزها. وملامم اللحمه، حلو قوي. اللحمه بدات ايه، انا شايف لحمه واخده لون بقى، في حتت كده واخده لون لطيف. احنا عايزين اللحمه تبقى جوسي. حط بقى بقيه الحاجه، فلفل يلا بينا، اخضر، فلفل احمر يلا بينا. هو ده، هو ده الكلام. ناخد عصير الطماطم ولا الطماطم اللحم؟ طماطم اللحم. همسك الطماطم دي كانت في كنز، همسكها اعصرها خفيف كده
خفيف ما تفعصوهاش. جميل. قوم ايه بس كده، ادي واحده ممكن نحط التانيه معاها. يلا بينا. بس كده دي مع نفسها بقى خالص 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 لحد ما ايه هنلاقي ان الطعم كله حصل تجانس، حصل ان هم كلهم بقوا ايه صحاب، طلعوا طعم اكتر من المنتجات لوحديها. يعني مش هدوق الفلفل لوحده واللحمه لوحدها والبصل لوحده، لا كلهم هنحس ان في ايه ده في 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 اكتر من كده بكتير. انت حطت ايه جوه؟ هو ده سر الطبخة، ان انت ازاي ان انت بتركب النكهات على بعض ان هما يطلعوا منتج، يطلعوا نتيجة في الاخر اكتر من المكونات اللي احنا حطيناها جوه. في حاجة اسمها هو ده النفس، هو هي دي النفس. هنسيبها بقى دي ايه، خلي النار تعلى شوية عن كده. تمام. نيجي بقى هنا للصوص. انا كده هسخن الكاسرولة دي عشان اعمل فيها الرو. الرو ده اللي هو ان انا هتقل بيه الصوص البشاميل. هحط شوية زبدة، نقول معلقه، وهنحط عليها معلقه دقيق. امتى احط دقيق؟ لما الزبده يبتدي يعمل معايا رغاوي، مش قبل كده ومش بعد كده. مش قبل كده ومش بعد كده ليه؟ لان انا عايز اطلع رو اللي هي دقيق والزبده، عايز اطلع رو لونه فاتح، لونها اشقر، بلوند رو. تمام. ما يبقاش غامق. ليه؟ عشان عايز احتفظ بلون الجبنه. جميل. طب الرقاق يا وسام يا جماعه، حاضر حاضر، هتشوفوا الرقاق يتحط في شوربه الاول وبتاع. لا لا لا، انا عايزه كده اصلا، انا عايزه كده اصلا، انا عايزه يبقى حته طريه وحته مقرمشه. انا مجرد بستخدمها as presentation لا اكثر ولا اقل. موضوع بسيط جدا. لو مفيش تورتيا نستخدم رقاق، ايه المشكله؟ هما الاثنين اصلا قريبين من بعض جدا. تمام. طيب ده لسه مش عايز يعمل رغاوي. ادي كده جبنه التشيدر مبشور ناعم، مبشور ناعم. من اهم الحاجات اللي احنا محتاجينها في الصوص مضرب سلك ويسك. ليه؟ عشان ما يحببش مننا. ده أول حاجة. تاني حاجة، السائل هنا دافي، الرو هيبقى سخن، يبقى سخن على سخن مفيش مشاكل، سخن على سخن مفيش مشاكل. لو ده ساقع وحطيت عليه سخن ممكن تكلكع. ده أكيد هتكلكع. لو ده سخن وده ساقع أكيد برضو هتكلكع. يبقى الاتنين نفس درجة حرارة بعد إذنكم. تمام؟ جميل. ايوه بدأنا نعمل بهاريز تحت بقى. لا لا لا، في حاجات مهمة قوي بتحصل. جميل. طيب بدأنا ناخد رغاوي، انتوا شايفين ايه؟ صح، خدنا رغاوي. ناخد نفس المقدار بتاع الزبدة نحطه هنا. دقيق، نفس الزبدة ودي قد بعض لما نيجي نعمل الرو. مضرب سلك ويسك، دخل الاثنين على بعض ونبتدي نحمص شويه، ما يبقاش طعمه منشي. ليه؟ المرحله دي مهمه جدا عشان الرو ما يبقاش طعمه منشي ويبوظ لنا طعم الصوص. هبتدي اعرف ان الرو ده جاهز امتى؟ اول حاجه هبتدي اشم تحميصه الدقيق، هبتدي ابص على اللون في اصفر الداكن بتاع الايه الزبده، وبعد كده هيبتدي يفتح يبقى مبيض شويه زي ما بيحصل دلوقتي حالا. هي دي المرحله اللي انا عارف تمام انا كده كويس قوي. ريحه باينه محمصه، لونها اوبا لونها اشقر. انزل بقى بالسائل السخن، مضرب سلك ويسك في ايدي والسائل بينزل مره واحده واحده. ده كده انا عامل ايه؟ بشاميل. ده كده يا جماعه البشاميل الطريقه اللي احنا عارفينها، صح؟ ما عملش اي حاجه غريبه. طب لو انا بقى هقلبها تشيز صوص، عايز اعملها صوص جبنه، بعمل ايه؟ باخد الجبنه واحطها وابتدي اسيحها على طول دلوقتي. ابتدي اسيحها هنا وهي سخنه واقلب برضو واطلع من على النار. ليه؟ عشان خلاص في حراره اصلا موجوده. لو انا سبتها على النار ايه اللي هيحصل؟ هيبتدي يغلي
ويبتدي يزعق ويبتدي يتضايق مني ويبتدي كلكع ويبتدي يتقل بزياده. طب اعمل ايه؟ طب احط لبن زياده؟ طب احط ميه ولا اعمل ايه؟ لا لا لا، باظت باظت وصفه دي مش نافعه. تكنيك مهم جدا لما نيجي نعمل وصفه، مش بس مقادير، تكنيك ازاي وامتى وازاي، ازاي وامتى وازاي. مستر فاهيتا اخبارك ايه؟ هو ده الريحه، هي دي الريحه اللي انا ايه عايزها. احنا كده ايه تمام قوي. حط سنه يعني نقطه ميه، نقطه ميه ليه؟ عشان الم البهاريز. عشان ايه؟ يسهل عليا في تنظيف الطاسه بعد كده. وطري ادي رطوبه شويه على المنتجات اللي هنا. جميل. صوصك رجعته بس على النار، او اكشن انا طافي دي بس في لسه حراره موجوده. اقعد اقلب 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 لحد ما هو ايه يبقى متجانس بس كده، ونشوف القوام. نعمل تيست كده على القوام بتاع الصوص. هذا القوام اللي انا عايزه ولا لا؟ ممكن يتقل عن كده حاجه بسيطه خالص. طيب لو هي رافضه ان هي تبقى متجانسه، او رافضه يعني في كلكعه معينه مش عارفين نهرب منها، الحل بتاعها ايه؟ في عندنا اله سحريه في المطبخ بنطلعها بتنقذنا من حاجات كتيره قوي. الاله دي اهي، دي موجوده في الجامعه، الخلاط اليدوي او الهاند ميكسر ايا كانت اسمها، موجوده في كل حته. تمام، ونخلط بس كده. دي بستخدمها في الشرب، بستخدمها في كذا حاجه. دي ايه هتظبط التحبيبه المعينه بتاعتي. بصوا بقى فرقت بقى في القوام ازاي. سحر صح؟ حاجة جميلة جدا جدا جدا. طيب بقى نركب بقى الطبق ولا ايه يا وسام؟ يعني ايه؟ انت شايف ايه؟ يلا بينا ناكل، احنا جوعنا وعايزين ناكل. انت عمال تتكلم فاهيتا فاهيتا وتقعد تقول فاهيتا حلوة وفي طعمها حلو وكل الكلام اللطيف ده والتشيز صوص. حاضر حاضر دلوقتي حالا. رقاق مش هعمل بيه أي حاجة، هو مش ني، ده بالفعل لازم يخش فرن اصلا عشان يطبخ. صح صح. هعمل ايه بقى حركه هنا؟ هاخد الشي صوص، هاخد شويه من الشي صوص، صوص الجبنه اللي احنا عملناها، واحطه من تحت يطري شويه الايه الرقاقايه نفسها. هاخد رقاقايه تانية. تمام، حط بقى شي صوص تاني عليها. يا دوب انا عايزها ايه، شايفين هي بدات تطرى وينزلوا على بعض، عايز برضو تشيزي من تحت ومن فوق. جميل جميل جميل. اخد بقى الفاهيتا. اوبا اوبا اوبا.